وكمان لو احنا هنركز بقى في نفسنا خلاص، هنبعد عن فقر الصيف شويه، فكره يعني الاياب ده هنتكلم فيها يعني على مدار الفقره، وفكره كمان التصريحات الخاصه بالمدير الفني الخاص بيهم اللي قالك انا من الصعب جدا ان انا اعوض رباعيه يعني الاهلي في ماتش الاياب، دي هنروح لها. بس انا عايزه اركز دلوقتي على الفريق بتاعي. الفريق بتاعي شفنا فيه روح مختلفه تماما بمنتهى الصراحه، خلينا كمان نبقى صادقين في كلامنا، الروح ابتدت تعود مره ثانيه والاول مره تبقى متشافه على الملعب. شفت لعيبه نفسيا كمان فارق جدا الاداء في او يعني على الارض في ادائهم، طاهر محمد طاهر والتميز اللي هو كان فيه، فكره هنا موسيماني والتغيير اللي عمله والمراكز الجديده اللي حط فيها بعض اللعيبه، الثقه اللي عند اللعيبه، التيم وورك الموجود، لا دي كلها حاجات موجوده، صناعه الفرص الغير مهدره خلينا نقول برضو كانت موجوده على الارض. ففي لا في حاجه مختلفه جدا. طبعا الجهاز الفني عليه عبء كبير بعد الهجوم اللي تعرض له موسيماني لو شفنا في اخر المباراه. طبعا انا مبسوط ان هم ما تاثروش سلبيا يعني، لا كان في تاثير، خلينا نبقى مش صادقين مش بالشكل الكبير، كان في تاثير لان على فكره ماشي، ما هي تاثير اخدها ايه، انا زعلت بس عملت ده ايجابي، حولته لشيء ايجابي، نقلته ده لان صح. في ناس لما كان بعض المدربين الفنيين زمان لما كان بيتهاجم بيقدم استقالته، لا يا جماعه صح ولا لا؟ مزبوط. انما لا انا هكمل، لا انا ده فكري ده في زمن ما قبل السوشيال ميديا. لو في زمن السوشيال ميديا بيعملوا كده مش هيبقى عندنا ولا مدرب في اي رياضه اساسا. بالظبط، يمكن ده دلوقتي اصعب. فهو قدر ان يحاول ده نفسيا بشكل ايجابي، وانا اللي مبسوط منه اشوف محمد شريف كان بديل، ورغم ذلك مفيش زعل، مفيش يعني، كان في بعض اللاعبين لما بيكون تملي اساسي واتحط على دكه لما بيجي ينزل بيبقى زي ما اقوله كده بالبلدي قرفان، مش عايز يلعب. عشان كده مستواه، شوف وليد سليمان نزل امتى، شوف قفشه، شوف. فدي بصراحه روح هي بتيجي من ناحيه الجهاز الفني، مجلس الاداره والدعم الكبير للاعبين. يا جماعه احنا كلنا شيء واحد، مش لازم فلاني فلاني هو اللي يجيب الهدف، لا احنا كلنا بنرسم الهجمه عشان الهدف يخش، لانه لصالحنا كلنا. ويمكن هو ده ادى للجهاز الفني سعه كبيره قوي انه ينفذ. يعني كان بيرسي تاو مثلا بيلعب 4-2-2-2، لا لما بيلعب الفريق اللي قصاده بشكل قافل شويه، لا يبقى انا هرجع تاني. دي الروح الايجابيه للاعبين خليته يقدر يغير من غير ما اللاعب يزعل. شفنا بقى امكانياته بشكل كبير، وفكره نتور ميكسيوني برضو يعني اديت فرص. طبعا انا ضد بصراحه ان كل شويه نهاجم المدرب، ما ينفعش يا جماعه. لا ما احنا عارفين مين اللي بيهاجم برضو في الاول وفي الاخر، معروف مين اللي بيهاجم، مش انت اللي بتهاجم. بالظبط يعني. يمكن طابع شويه، او احنا اعتدنا الشارع المصري شويه على يعني انا عايز اكسب على طول، مش هينفع، ما ينفعش انا ما اخطاش، لا مش هينفع. لا وبعدين بقى في اللي انا هقوله لحضرتك دلوقتي ما اقصدش بيه النادي الاهلي خالص، انا بتكلم في المطلق بشكل عام. بقى عندك يعني البعض من الجماهير شويه مزاجيه قوي، يعني مثلا ايه ماتش على هواهم فيقول لك المدرب الفلاني ده اجدع ناس. بالظبط. الماتش اللي بعد منهم مش على هواهم فالراجل ده ملوش علاقه بالكوره، من اجدع ناس اللي ملوش علاقه بالكوره. لا واشتم فرق كبير يعني، فاهم ازاي؟ مش مثلا ايه يقربوا يعني ده نتيجه ايه؟ هل ده طمع مشروع وطموح مشروع من الجماهير ان هم مش عايزين يشوفوا غير فريقهم في مراكز متقدمه وباداء مرضي، ولا دي حاجه مش صحيه؟ هي هي كذا حاجه ملمسه مع بعض او متجمعه. اولا نوع الطمع المشروع اللي انا عايز فريقي، لان حضرتك لو تنزل الشارع احنا بنشوف بتوصل للتراشق بالالفاظ، بتوصل الناس بيضربوا، بتوصل ان انا الجيران على فكره من الشباك الشباك بيندعوا على بعض، ايه الاخبار احنا كسبنا، فده مستني يضايق بيلقحوا على بعض.